شكرا لك ديما، أهلا بكم مشاهدينا من جديد. نستهل نشرتنا الاقتصادية هذه المرة من محافظة حلبجة، حيث قام وزير النقل والمواصلات في حكومة إقليم كردستان آنو جوهر بزيارتها بهدف تفقد المديريات المرتبطة بوزارته وتوفير المستلزمات الحديثة. وفي مؤتمر صحفي أعلن وزير النقل والمواصلات عن مشاريع خدمية في محافظة حلبجة. واجتمعنا مع الأخوة في المديرية النقل والبريد في حلبجة، وكذلك المدراء في مديريات النقل والبريد والأنواء الجوية، وقررنا بفصل فوركاست الأنواء الجوية في مدينة حلبجة خلال 48 ساعة القادمة عن المديرية العامة في السليمانية، وكذلك تحدثنا حول إنشاء الاتصالات في منفذي بشتا وتويلا الحدوديين خطوة بخطوة، وكذلك مسائل الأنترنت ومد كابل فايبر أوبتيك من قبل مديرية النقل والمواصلات. وكذلك نعمل في الوزارة على تنظيم البريد بالتعاون والاشتراك مع القطاع الخاص بصورة جيدة ومعاصرة. ومن هنا أؤكد، نحن في وزارة النقل والمواصلات وحسب تعليمات وقرارات رئيس حكومة إقليم كردستان، محافظة حلبجة الشهيدة جزء مهم من برامج عملنا. الوزير وجميع الكوادر في الوزارة في خدمة المواطنين في محافظة حلبجة.